يلا بابا اتفضلوا. يا كريتو ألف صحة. أهلين أهلين أبو سمرة. أهلين أهلين. شو شايفك هون على أساس بدك تسافر على حمص؟ هذا يا سيدي بعد ما سكرت السماعة جاني تليفون وله السفرة. ها أهلا وسهلا فيك، تفضل أقعد معنا. لا معلش أنا عايز جماعة. لا أخي تعال عود لبين ما يجوا، زحلوا بابا بعد له العمو سمين. تفضل. كيفك مدام هنا؟ الحمد لله تمام، أنت شلونك؟ والله الحمد لله. لك صحيح بدي أسألك. أنت امبارح نمت بالبيت؟ شو السؤال البايخ يعني، وين دينام لكان؟ لا لأنه في جماعة قالوا لي إنهم شافوك بالأوتيل امبارح. لك صحيح الحكي؟ إيه مزبوط، لأنه جميل بعد ما إجا من السهرة تبعكم إجا تليفون كتير ضروري، قالوا له إنه إنه رئيس الوفد اللي جاي يزور المديرية تبع جميل لمرض وطلبوا له الدكتور وجميل رح يستفقده. ايه مظبوط، الخطي المسكين رئيس الوفد مدري شبهن لوزاته وامعائه ملتهبين والزايده الدوديه مضروبه والبنكرياس موجوع، هالشغله عم اقول لك شلون نفد ما بعرف. اخ لو هالفصل صاير مع صاحبنا الكاتب وسيم كانت مرته ما طالعته من البيت لو الزايده انفجرت. هديك عقله قليل بتغار على جوزها. ايه عن اذنكم لا تنسى موعدنا اليوم على العشاء. ماشي. لا جميل اليوم ما بتقدر، انت نسيان انه اليوم معزومين على عيد ميلاد رفيتي. منيح اللي ذكرتيني، شلون راحت عن بالي هي. ماشي بنضحكها، عن اذنكم لاستنى جماعتي. الله معك، مع السلامه يا ابو سمرات. الله معك. مع السلامه. بابا هلا انت امبارح وين كنت نايم، بالاوتيل ولا عن بيت جدو؟ الماما شو سمعت عم تقول؟ عن بيت جدو. خلاص معناتها كنت نايم بالاوتيل، عن بيت جدو. ايكو انت هلا بلا العيد، هلا بتبرد اللحمه. بالشباب يا هلا بالشباب يا هلا يا هلا. اهلين ام محمود. كيفك سليم؟ منيح. طمنوني شلونها؟ منو هي يلي رحتوا تشقوا عليها؟ منيحه الحمد لله منيحه. كانوا بدهم يعملوا لها عمليه قامت طابت على الدواء. سليم شلون لقيتها؟ ان شاء الله طيبه. طيبه كثير، قد ما اقول لك قولي اكثر، يا ريتك كنتي معنا ودقتيها. شو هي؟ البونبوني. أنا بونبوني؟ يلي ضيفونا اياها وقت اللي كنا عم نشق عرفيتها للماما بالمستشفى. ايوه صحتين وهنا سليم، انت مو اكلت بونبوني كاني انا اكلتها. على فكره ابو طارق انا قررت اعملها للعمليه، شو قلت لحالي؟ المصاري وسخ الدنيا يا بنت الصحه اهم بكثير. منين دبرتي مصاري؟ اتصلتي بابنك ابخر فكان هي مدري شو يبعث لي؟ ايه منيح ذكرتني، هلا انا بحكي معه بيبعث لي مرضي ابني يقبرني، بس انت خد لي موعد من المستشفى الله يرضى عليك ابو طارق. ايه على عيني. ايه خلصنا جميل بدنا نفوت نرتاح. حي يا اولاد. يا ريتني رحت معهم، كنت اكلت بونبوني. بونبوني مامبو سوداني مامبو ساعديك. ما بتعرف لنادي لأم محمود. تعال عن جميل عود لشو عود شو بدك بأم محمود؟ مشان تساعديك. ما بدي تساعدني. هيك بتتعبي بحفرون. اطمن ما راح اتعب. احسن شيء عيط له. تعال هون جميل، قلت لك ما بدي اياها يعني ما بدي اياها. ليش ما بدك يعني نادي لها؟ وانت ليش مصر لانه تروح لعندها؟ ما في شيء بس انا بدي راحتك يعني. مرتاحه. بفقفقوا ايديك يلا. عاد انا بيك. الو؟ 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 منو هاي؟ منو هاي؟ يلي اتصلت هلا؟ ما بعرف، انت اللي حكيتي معها؟ ما لحقت احكي معها، سكرت الخط بوشي لما سمعت صوتي، ما بدها تحكي معي، بدها تحكي مع جنابك. طيب طالما ما حدا رد، شو عرفك انه هاي مرة وبدها تحكي مع جنابي؟ قلبي دليلي. يسلم لي قلبك. جميل؟ يا جميل، أنا ما عم أمزح. إيه طيب، حاضر، ما عاد أمزح معي، خلص. خليني اعرف احفر كوسه بقى. احفري.
خليني ساعدي. ما بتعرف. رح نادي لعم تحسين. ما بدي ام تحسين. سهام. ما بدي سهام. انا. رد انا ولا تردي انت؟ طبعا انا. الو. لا حبابي هون مو تاكسي السلام، هون تاكسي الغرام. لا ببعث لك بدل السيارة سيارتين، بس قولي لي بدك مرسيدس ولا ديزطو؟ ايه رح ابعث لك احلى شوفيرية، بس اعطينا الاسم. سهيل؟ سهيل شو؟ إيه لحظة لخليكي تحكي مع الشوفير مشان تعطي العنوان. تفضل احكي معه. الو؟ الو؟ سكرت الخط. ليش ما حكيت معها؟ مع مين بدي احكي؟ مع حبيبة القلب سهير. هلا وحدة غلطانة بالنمرة. طالبة مكتب تاكسي وبالغلط فتحت لعنا. بتكون حبيبة قلبي، منين جبتي لي اياي؟ إيه لا سيدي هي مو غلطانة وعرفانة لوين متصلة، بس هي طلعت بحجة التاكسي لأنه أنا طلعت لها على التليفون. قلت لك أنا رد، ما رديتي. تعال هون شبي. شو؟ تعال. تفضل. رد وسمعني مع مين عم تحكي. طيب. الو اهلين ورده كيفه؟ يا ميت هلا. ايه بسيطه، مع السلامه. ومين هي ورده كمان؟ هي سكرتيرتي. يعني اذا سكرتيرتك بتشيل التكلفه بيناتكم وبتقول لها ورده حاف؟ لا خلص بكره بقول لها ورده بخبز. جميل انا ما عم امزح، المفروض تقول لها انسى ورده وهي تقول لك استاذ جميل. ايش وعليه؟ من بكره خلص بقول لها صباح الخير انسه ورده، بتقلي اهلين استاذ جميل، ممكن انسه ورده تناوليني البريد؟ على عيني استاذ جميل، شكرا يا ورده على الورده. وشو بدها منك هالورده؟ ما سمعتي المكالمه، اما مريضه وبدها اجازه. اختي وليش لا تتصل لهون؟ هون بيت مو مكتب. معك حق، يحكي الواحد ضميره. معك حق. خلص انا بكره بس شق على امها بنبهها ما تتصل فيي على البيت. نعم نعم بدك تروحي لعندها على البيت، اصلا هذا اللي كان ناقصني. شبكي تضايقتي؟ نسيتي لما كانت امها لامل مرضاني شو قلتي لي؟ روح شق عليها وخذ لها باقه ورد. هذيك شيء وهي شيء. شلون يعني؟ ما فهمت. هي السكرتيره بالذات انا مو مرتاحه لبنوب. لانها حلوه ونغشه وظريفه وكربوشه. لك انت من تمك كنت تقولي لي دور على سكرتيره بهالمواصفات. جميل بترجعك حاجه تذكرني بالماضي اللي راح راح، من بكره بتنقل ورده وبترجع امل. ما بقدر. طبعا ما بتقدر تستغنى عن ست الحسن والجمال، اخذت لك عقلك. مو هذا السبب. لكن شو السبب؟ لانه امل اخذت استيداع من الوظيفه وبدها تشتغل ممثله مشخصاتيه. يعني ارياح عين سكرتير بدل السكرتيره. ضروري السكرتيره يعني؟ لا معك حق، السكرتير احسن اوجه. خاصه طلته هيك الصبح انعم. بعدين لشو وردي هي؟ وردتي يا وردتي تلت انتي نشوى الموجه. هيك انتزعت الحنفيه. بدك تضربي كم مره انا نبهت عليكي لا تعصيها كثير للحنفيه بتنتزع الجلدين. انزعوا جلدتك. روح نادي لابو طارق يصلح لي اياها. جميل شوف مين على الباب. ايش عليه؟ نشتغل عنكم نحن. وردتي يا وردتي يا محلى سكرتيرتي انت. اهلين ام محمود، اهلا وسهلا، اجيتي بوقتك. تعي ساعديها لانه بحفر الكوسه. مالي فاضي هلا ساعد حدا بحفر الكوسه، بعدين بجيب احشيهم معك. ما في داعي تعصبي حالك ام محمود، انا ما بدي احشيهم اليوم، بدي احشيهم بكره. ابو طارق تعا ابن عمي ابو طارق يعني تعال صلح لي حنفيتي شنو عم تشرب. يلا تعال. جميل وين رايح؟ رايح مع بنت مع ام محمود مشان صلح لي حنفيتها لانه عم تشرب. لحالة؟ ايه شو الحنفيه بدها يعني الجيران كلهم؟ شو دخلك انت عامل صحيه انت ولا شو؟ ليك الحنفيه اللي بالحمام صار لها سنتين قاعده عم تشر، هلا راح تصلح حنفيتها لام محمود؟ روحي ام محمود هلا بحكي مع عامل الصحيه وبيجي بكره لعندك ليصلحها، روحي هلا. ايه اوكي خليكي عم تحفري كوسه انت. جاجي حفري على راسي حفري. جاجي حفري على راسي حفري. شو عليه؟ اوكي بدك تتركيني فوتي قدامي تروحي قتل. يلا انت من ايمتى صرت بتعرف تصلح حنفيات؟ هلا حتى اجتك النخوه؟ تكرم عينك، بكره بنصلي حنفيتنا وحنفيه ام محمود. اختي عم تشرشر. مالك علاقه بام محمود، لما بدها اي مساعده شوف لها جار غيرك. لا يا هنو، شو عليه اذا ساعدناها؟ مره وحدانيه وكبيره ونحن اقرب الناس لها، بنكسب ثوابها، مو هاد حكيك؟
من يوم وراح ما في روح لعند ام محمود، ما عم تعجبني حركاتها ونفسها خضره. حركات شو؟ ما شفتها شنو عم تتغمالك وترقص لك بحواجبها وتقول لك ابن عمي؟ كم مره انا قايل لك من قبل انه هالمره نفسها خضره وحركاتها ما بتعجبني وعلى طول بتتغمالي وبتخربط اصلا باسمي؟ هلا حتى شفت بعيني وصدقت. شلون كنت بدك تجوزيني اياها؟ جميل، حاجه بقى، خذ الكوسات وحالي على المطبخ. ايه شو عليه؟ شو هالشكه اللي شكتها؟ دباجي. شري شري لقلك شري شري اوري. يا لطيف يا لطيف على هالهنا، شو قليله خير، شو صاير لطباعه ما كانت، شو اللي جرى يا ترى؟ يلا مثل قفا الطنجره. يا حادي يا ركبي، سلم لي على خور فكاني، طول السير يا الضاني، لك ما عاد فيني اقدر امشي. ها محمود، اين انت يا محمود؟ جميل، لا ترفع السماعه. ردي انت. لا رد انت. ايه برد. الو، اهلين وسهلين. اهلين. ايه موجوده. ايه على عيني. تليفون الك. مين؟ الو، اهلين استاذ عدنان. إيه الحمد لله. امتى؟ كم يوم؟ طيب ممكن تعفيني منها استاذ عدنان، لانه ابني مريض وما فيني اتركه لحاله، تطلع بدالي مها. ايه شكرا كثير استاذ عدنان، شكرا. انت شلون بتعطيني التليفون من غير ما تعرف مين عم يحكي وشو بده؟ وانا شو دخلني؟ تليفون الك. بس اللي عم يحكي رجال. وايش كان؟ انا واثق وبعرف شو عندي. معناتها ما بتغار علي. وليش لغار لك؟ انه يلي بيغار بيكون قليل عقل او على القافية. معناتها بطلت تحبني. لا تغلطي، شو عم تحكي انت؟ انا مو بس بحبك، انا بدوب فيكي مثل الاسكاي. لا باين باين كثير، لو كنت بتحبني كنت غرت علي. لا يا هنو، شو دخل غيرة بالمحبة؟ شو دخلها؟ مو جنى ما كنت تقلي انه الغيرة بتدل على المحبة؟ كنت اقول هيك، بس بعدين فكرت بكلامك قمت لقيت حكيك ازبط، اللي بيغاروا بيكونوا قليلين عقل. تسلم يا ابو عقل كبير. انا يا هنو ما بغار عليكي مو لاني ما بحبك لا سمح الله، اعوذ بالله، انا بعرف شو عندي. انا ما بغار عليكي لاني ما بشك ابدا باخلاقك. هلا انت ما بتحبيني؟ بحبك. طيب معقوله لا سمح الله تلعب عينك على واحد غيري؟ لا خلص ليش عم تغنغ. بس ما كانت هي ارائك. هلا يميني من ارائي شو كانت وشو صارت. المهم فهميني، ليش رفضتي المهمه اللي كلفك فيها الاستاذ عدنان؟ وانت شو عرفك؟ ما كنت واقف جنبك عم بسمع. ايوه جميل، ايوه حبيبي، بان على حقيقتك، قول انه بدك يعني يطلع لي يومين ثلاثه مشان يطلع لك الجو وتصحى وتمرق، بس عم تنسي بلاك هلا في النوم. بعدين رح تقلب جد. جميل ليش ما عم تاكل بصل؟ وجعي بالي. كيف بقى؟ وعلى اساس كثير بتحبه ما بتقدر تاكل اي اكله من غيره. مزبوط، بس عم ساوي لي حمضه هالفتره. اكيد عنده موعد اليوم مع شي وحده وما بده ياكل بصل مشان ما تطلع ريحته. بسيطه يا جميل، بسيطه. قول بصل جميل. قلت لك مو جاي على بالي اكل بصل اليوم. شي؟ لا بدك تاكل وهلا. Oh, 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 oh.